لو انت بتحب الاكل فاكيد يعني بتحب البيتزا، ولو انت بتحب البيتزا فاكيد في مره وانت بتاكلها جه في بالك سؤال زي ليه علبه البيتزا مربعه والبيتزا نفسها مدوره وبتتقطع مثلثات. لو انت شخص عايش من زمان ما كنتش هتسال السؤال ده، لانها زمان كانت بتبقى في علبه مدوره عادي، بس العلب دي وقتها ما كانتش بتستحمل درجه حراره البيتزا وما كانتش عمليه نهائي، فكانت بتبوظ بسرعه. وبعد كده مع تطور الزمن اخترع الكرتون المقوى العلب المربع اللي هي شبه دي كده، وعملوها بطبقات فوق بعضها كده عشان ما تأثرش عليها درجة الحرارة بتاعت البيتزا السخنة وتحميها. غير ان تصنيع الورق المربع ده كان اسهل بكتير من تصنيع الورق المدور او اي شكل تاني من الورق كرتون. والاهم بقى ان العلب المربعة دي تكلفتها اقل بكتير جدا من اي نوع علب تاني، ومتوفر مصانع كتير بتصنع الشكل المربع ده، غير كمان انها سهلة في التخزين والنقل ومش بتاخد مساحة كبيرة، غير كمان ان العلبة المربعة بيكون فيها مساحة انك تحط معاها اضافات زي مثلا البطاطس كاتشب الحاجات دي. طب ليه ما عملوش البيتزا نفسها شكلها مربع عشان تاخد شكل العلبة ونخلص بقى وناكل من غير ما يجي في دماغنا اي سؤال من دول؟ ولكن السبب ان البيتزا شكلها الدائري ده اسهل شكل ممكن تكونه من العجينة. قطع العجينة اصلا بتكون كروية، فلما بتيجي تفردها بتدينا شكل دايرة بكل سهولة. طبيعي جدا لما تكون البيتزا شكلها دائري وجينا قطعناها هنقطعها مثلثات، عشان هندسيا دي افضل واسهل طريقه لتقسيم الدائره لاجزاء متساويه، بيكون من خلال رسم مجموعه من الخطوط بتمر كلها من مركز الدائره. ده غير ان التقسيمه دي هي الاسهل واللي بتاخد وقت ومجهود اقل، وبكده تقدروا تاكلوا البيتزا من غير ما تيجي في دماغكم الاسئله دي كلها. بالهنا والشفا. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة وفعل زرار التنبيهات عشان يوصلك اشعار اول ما ننزل فيديو جديد.